انت مين بيسأل عليكي في الوسط الفني؟ منة جلال أولا، غير سعيدة جلال، نبيلة عميد، لن أنسى لها مواقفها الأيام دي أبدا أبدا، بناديها الصحة والعمر. بس بس ما لما حتى بيكون عندنا حاجة أنا اللي بطلب النقيب. لما يوم سمير صبري ما تعب أنا اللي طلبت النقيب الصبح، قلت له أستاذ أشرف سمير صبري تعب ونقلوه المستشفى كذا 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 كذا. بس إنما ما فيش حد بالوسط بيسأل على حد خالص خالص. ليه ليه؟ حرام. مش عشاني أنا، عشان كلنا، لأن إحنا اللي بنحب بعض، إحنا اللي بنجري ورا بعض، إحنا اللي بنتمنى السعادة لبعض. حبوا بعض هتلاقوا كل. أعربت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عن حزنها الشديد وعتبها على أصدقائها في الوسط الفني بسبب تجاهلهم لها، مشيرة إلى أنها لم تعد تملك المال ولم تعمل منذ 7 سنوات، حيث كشفت نجوى فؤاد عن العديد من جوانب حياتها الشخصية، وذلك في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية قائلة: لم أعمل خلال 7 سنوات الماضية. وأضافت: الوسط الفني ما بقاش فيه أي رحمة، على عكس زمان خالص كان في رحمة وعطف وحنان من الفنانين على بعضهم البعض. وأوضحت نجوى ما يعتري الوسط الفني من تفكك حاليا، وقالت: كنا كل يوم بنتجمع عند حد وكنا متلاحمين مع بعض. فين أنا؟ عايزة أعيش بقالي 50 سنة أو 49 سنة شغالة في مجال الفن. أنا ضيعت فلوسي كلها في الإنتاج الفني، وبقالي 7 سنين مش بشتغل، وفي ناس بتشتغل أكتر من 30 عمل. واختتمت نجوى فؤاد عتبها قائلة: بسأل بقول لهم أنا ليه مش بشتغل، بيتقال لي إن السبب العرض والطلب، وده متوفر فقط في البطل والبطلة والمؤلف والمخرج، يعني 4 أو 5 عناصر بس، وهم دول اللي بيقوم عليهم العمل، لكن باقي الأدوار زي الدور التاني والدور التالت والأدوار السنوية مش عرض وطلب ولازم يشتغلوا.